كاسه كده، كان عندي طبق مشروم ويعني بصوا اللي هو عادي بقى اللي هو هعمله وهشوف النتيجه، وانا عندي الولاد في المشروم مش دايسين قوي يعني عارفين كده اللي هو هتحطي مشروم كده فهم مش دايسين قوي، فانا قلت هعملها ما عنديش غير ده، وكنت راجعه البيت يعني يا دوبك هناكل وننزل خلاص ولازم اعمل حاجه صيامي، فرحت مطلعه طبق المشروم ده وعملت صوص كده او اللي هو طبق التغطيه اللي هي عباره عن ايه دقيق بشويه بهارات بشويه توابل، وبعدين رحت مغطسها في فيجيتار وقليت سندوتشات بقى في فينو، ومش عايزه اقول لكم الموضوع بهرهم ازاي، بهرهم عجبهم جدا، حطيت لهم كاتشب كابوتشي حاسوا ان هم بياكلوا ايه ده يعني اللي هو ايه ده، طعمه عجبهم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي، يلا بينا. وسميته بقى ساعتها مشروم كريسبي. طيب المشروم عندي هنا سليم، يفضل يكون كبير، ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم بودره وبصل بودره. طيب دي تتبيله، التغطيه الاولى بقى عندي هنا دقيق ونشا ونفس التوابل اللي هي ايه ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم بودره وبصل بودره، وبعدين رحت حاطه له شويه ميه في التغطيه الاولى دي ونقطه بيكنج صودا ونقطه خل، الاثنين دول لازم يتحطوا مع بعض، ويعني هبقى اشتغل على طول في الايه الطبقه دي التغطيه دي لازم ما ينفعش اسيبها لان البيكنج صودا بيتفاعل لوقتي خلاص. والتغطيه الاخيره كانت فيجيتار ودقيق، سهله سهله سهله، والنتيجه عجبتهم جدا، ومن النوادر يعني ان هم يعني يكونوا لاول مره بياكلوا حاجه وهم ما يكونوش بيحبوها فتعجبهم. بقول لكم هم مش ايه مش كيفين قوي مشروم، يعني انا لو طول احط في كل حاجه مشروم كل حاجه انا بحبه، لكن هم بعض الاشخاص في القصه ما بتحبش، فعشان وجع الدماغ بروح شاريه دماغي. طيب زي اي ست مصريه اصيله. طيب عندي هنا المشروم اهو، اجيب بقى بوله واحط عندي هنا المشروم. بصوا انا بنضفه ازاي، تعالوا لي كده يا اما كده، بصوا يا اما بشيل شايفين الطبقه دي اهو انا كده بنضفه، يا اما تغسليه وحوى تعمليه، يا اما تغسليه بس هوا تعمليه لو ما تسيبهوش ثانيه ما تغسلهوش وتركنيه اهو كده، بحاول اخد بس الطبقه الرقيقه دي، هو دي طريقه تنظيف المشروم. طب لا يا بيبا دي غلبة، هتعملي ايه؟ زي ما قلت لك هتغسليه وتصفيه على طول او تعمليه بقى كده، شايفه بالمنديل هلاقي الطبقه دي طلعت في ايدي على طول اهو، هوب خلاص اهي بقت فله شايفه. تعالي نعمل واحده كمان اهي، بعمل كده 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 سريع سريع والاقي على طول نطفت معايا بالمنديل، عايزه المنديل يكون مبلول سنه ماشي برضو، بس هو اساسا المشروم هي هيبل اهو، عايزه تغسليه وتصفيه بسرعه ماشي. اديتك ايه كل الاختيارات. طيب هعمل ايه بقى، هروح متبله ده اللي هو ايه شويه توم بودره وشويه بصل بودره وبابريكا وملح وكمون وفلفل اسود. طب معلش هو هيمسك ازاي في زيت؟ مش هيمسك ابدا من غير زيت خلاص، واقلب اهو مش هيمسك ابدا من غير شويه الزيت اللي انا حطيتهم دول، مهم جدا. طيب وبعدين هروح جايبه بقى عندي هنا واروح حاطه الدقيق واحط شويه نشا
وهحط البهارات اللي انا حطيتها تاني، اللي هي فلفل اسود، بابريكا، وادي ملح، والكمون ماشي، وبصل بودرة وتوم بودرة. انا اخدتهم كلهم بس انتوا ضيفوهم تاني هنا، واقلب كل ده كده. لازم كل حاجة تكون فيها التتبيلة. بصوا احط بقى عندي هنا البيكنج صودا نقطة كده بس، مش كتير علشان ما تنزلش، تحسوا ان هي فرفتت قوي وبقت هشة بالزيادة قوي، نقطة كده ونقطة خل عشان تشغلها، واقلب كل ده. اهي مية خلاص. الاول المية، بربط عندي هنا الخليط ده بالمية. بصوا البيكنج صودا على طول بتتفاعل ازاي، ما بقولكم ما ينفعش اعملها واركنها. البيكنج صودا بتتفاعل وقتي، البيكنج باودر هو اللي بيكمل تفاعل لما بيدخل الفرن. مينفعش ابدل الايه البيكنج صودا في اي وصفه، لا ما ينفعش ابدل البيكنج باودر عندي في اي وصفه بيكنج صودا خالص. تمام اهو، بقلب بقى كل ده. خلاص كله كده. لازم يبقى الخليط عندي له تقيل وله خفيف. نروح بقى نجيب الجوانتيات بتاعتنا علشان ايه بقى نعمل ونغطس المشروم بتاعنا في الطبقة الاولى والطبقة التانية. يلا هنعمل ايه بقى؟ هنروح نجيب ايه كل ده كده ونقرب ايه الدنيا لينا. بص بقى، هياخد المشروم واروح مغطساه كده خلاص. اهو بصوا طلع بالطبقة ازاي، هروح حطاه في الفيجيتار اهو، وعلى زيت يكون سخن واروح منزلها اهو. الزيت ده كان سخن جدا معايا بس معرفش حصل له ايه، والنار طفت اهو. اروح منزلها في الطبقه الاولى، حاضر، واحط عليه ادي الفيجيتار اهو، واروح حطاه. معلش وقعت، نشيلها ونجيب واحده تانيه اهو، واروح حطاه في الفيجيتار. الفيجيتار ممكن نحط عليه دقيق برضو، واروح حاطه كده. طيب ايه رايكم لحد مقلي كام واحده؟ انتوا عرفتوا الفكره والتتبيله وكل حاجه. نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني، استنونا. حلوة جدا ريحة المشروم بالطريقة دي، حلوة جدا. طبعا لو عايزينها بقى يعني غير مدهنينة كده وسعراتها الحرارية مش كتير وتكملوا طبعا فايدتها، فطبعا تدخلوها الاير فراير او تعملوا كل ما عملته وتدخلوها الفرن بس ترشوها زيت. ولكن انا ايه هعمل كده بصراحة، يعني في حاجات حس كده ان هي تتعمل كده، يعني هي اكلة والسلامة فاهميني. وزي ما بقول لكم دي في يوم لوحدها، الشلولة في يوم لوحدها، المشروم بالصوص الابيض بالرز في يوم لوحده، ده بقى الحلو بتاعنا كله اللي هو الرز بلبن. طيب انا حطيت الرز عشان يستوي،